ابراهيم ابني. هلا بابا. اروح اروح. هلا. جيب لي مفاتح تاع الطوموبيل وهي رسمي الصندوق الوطني للتقاعد. ولاك رايح تما بابا؟ الله غالب ابني. لازمني نروح ندير مشاحة الحياة على خاطر ما سينو يحبسو لنا السلاك ورمضان قرب ابني ما عندناش واش نصرف. لا لا يا بابا، السلاك تاعك مش راح يحبس. الدولار راه يتاكد وتعاود باللي صرف المعاشات راح يبقى يمشي اوتوماتيك، يعني بلا ما تدفع لهم شهاده الحياه السلاك تاعك راح يقعد يمشي وفي وقته. لا لا، بطاقه الشفاء، ولازمني نروح نجيب الشهاده تاعي باش ناكسيفي لاكارت شفاء. لا لا يا بابا، كن مطمن، حتى بطاقه الشفاء خمو فيها راح تمدد صلاحيتها تلقائيا. بصح انا عندي مشكله بلي وعندي مشكل في الطوسي تاعي ماك فرح الفري. كاين الرقم الاخضر 3011، نعيطو لهم من الفيكس، عطيهم البيانات تاعك وهم يتكفلوا بالانشغالات. ما لا ما عندي لا غرض، الحمد لله اللي خمو على صحتنا، ونشكر السلطات نتاعنا اللي خمت في الصحه تاعنا في الحياه نتاعنا اللي راهم خمو فينا ما كان لها نترك نقعد هنا وخلص. الصندوق الوطني للتقاعد يرافقكم في دياركم ويتكفل بانشغالاتكم. ضغطة زر تكفي باش تحفظ حياتكم وحياة حبابكم. فضاء المتقاعد كما يظهر أسفل الشاشة، الرقم الأخضر 3011، والصفحة الرسمية للصندوق الوطني للتقاعد على الفيسبوك. خليك في دارك، تحمي نفسك وتحمي عائلتك.